أن سيد العالمين محمد كان بيده الكريمة يدني الطعام للهوى. فليسمع الناس ولتسمع الدول ولتسمع الجماعات ولتسمع الأحزاب والجمعيات والمؤسسات أن سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى في بيوتهم، المرضى كان يشهد جنائز الفقراء، يشهد جنائز الفقراء، وكان يأخذ من الفقراء إلى بيته بعد صلاة العشاء يطعمهم في بيته، وكان إذا أوقفته جارية في الطريق يقف لها، وإذا رأى يتيما مسح على رأسه جبرا لخاطره. هذه أخلاق محمد، هذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاق سيد الرجال، هذه أخلاق سيد العالمين. فلنتمسك بها ولنعمل بها ولنثبت عليها. وانتبه، إياك وأن تتخلى عن هذه المبادئ لظلم ظالم ظلمك، بل قلت لك في كل أحوالك تمسك بطاعة الله سبحانه. أحبابنا الكرام، هذه أخلاق سيد العالمين محمد، فلا تتخلوا عنها، ولا يجرنكم ظلم ظالم أن تنجرفوا أنتم أيضا إلى الظلم أو إلى سيد الأخلاق أو إلى خبيث الأعمال، بل ازدادوا حبا برسول الله وازدادوا تمسكا بأخلاق سيد العالمين محمد، ازدادوا عملا بشريعته، وعلموا أطفالكم، ربوا أطفالكم على محبته، فهو من أنقذنا وهو من جعلنا رحمة كما قال له ربه في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو صلى الله عليه وسلم بأمهاتنا وآبائنا، بل بعيوننا بأرواحنا نفديه صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تعبروا عن حبكم وعن شوقكم واشتياقكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقولوا: بآبائنا نفديك يا رسول الله، بأمهاتنا نفديك يا رسول الله، بأبنائنا نفديك يا حبيب الله، بأرواحنا نفديك يا محمد. أقول لكم عبارة،
أنفسهم. فهو من جاءنا بهذه المبادئ العظيمة، وهو الذي جاءنا رحمة، كما قال: إنما أنا رحمة مهداة. أيها الأحبة، من تمسك بهذه التعاليم، بهذا النهج، بهذه القيم، بهذه الأخلاق، ربح واستفاد، فاز في الدنيا والآخرة. وأقول لكم، قبل أن يصل مولانا الشيخ حسام حفظه الله، من كان يريد أن يأخذ الطريقة الرفاعية فليتوضأ إن لم يكن على وضوء، وليصلي ركعتين سنة التوبة، ركعتين سنة التوبة. من كان يريد الطريقة الرفاعية فليصلي ركعتين سنة التوبة. إن شاء الله لما يأتي مولانا الشيخ يلقنكم الطريقة الرفاعية، ونكمل الآن ما بقي في احتفالنا. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم.